السلام عليكم ورحمة الله. الأمير محمد بن سلمان جولة بناء مصالحات على حطام المحاور. فيما تعجز بعض العواصم عن الترويج لأجندتها السياسية، تؤكد جولة الأمير محمد بن سلمان أن الرياض قررت أن تكون صاحب مبادرات خير بدلا أن تكون من أصحاب ردود الأفعال. ولا يخفى على المتابع أن العقد الحالي في الخليج وجواره الإقليمي اتصف بالاستقطاب الإقليمي والمحاور، سواء أو مثل المحور التركي القطري ويقابله المحور السعودي الإماراتي المصري البحريني، أو بين المحور الإيراني يقابله المحور السعودي الإماراتي البحريني. وقد وصل في تقديري صانع القرار السياسي الخليجي إلى أن المحاور قد أضرت باستقرار المنطقة أكثر مما نفعتها، بل أن المحاور تستنزف الجهد السياسي والموارد الاقتصادية لجميع هذه الدول، وجعلت العواصم وكأنها فقدت زمام الفعل الدبلوماسي الواعي. وكان لابد في تقديري من تفكيك تلك الأطر، وقد ساعد على تحطيم الأقفال المقدسة حول تلك المحاور أن الاستقطابات اللي ذكرناها دخلت مرحلة الجمود من تلقاء نفسها، بحيث لم تعد تحقق الأهداف لكل طرف، لذا دخلنا في مرحلة تسمى مرحلة المصالحات. وإن كان لنا أن ندعم ما نقول، نتذكر المصالحة الخليجية في قمة العلا، ونتذكر بدء الحوار الثنائي التركي البحريني والحوار التركي المصري والحوارات الإيرانية الإماراتية، بل وحتى الحوارات التركية السعودية وحتى الحوارات الإيرانية السعودية التي لم يحالفها التوفيق حتى الآن. لقد كثرت التفسيرات السلبية للأسف أكثر من التفسيرات الإيجابية حول التحركات الأخيرة لبعض مسؤولي المنطقة، مثل تحرك ملك الأردن اللي زار البحرين والإمارات، وأيضا زيارة سلطان عمان لقطر، وزيارة ولي عهد أبوظبي لتركيا، وأيضا جولة كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني اللي في قبل أسبوع أو 10 أيام زار أبوظبي والكويت، وأيضا يأتي في هذا السياق الجولة الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللي تبدأ الأثنين غدا 6 ديسمبر، وقيل أنها للتنسيق للقمة 42 في الرياض. لكن أنا في تقديري أن أبرز ما في جدول الجولة يؤيد ما نذهب إليه من تبني المصالحات بدل المحاور والاستقطابات، من تلك الأمور اللي تدعم ما نقول أن في الأجندة أو من أسباب الأجندة كما وضعت هو العمل على رفع وتيرة التعاون بين دول الخليج نفسها، وكأنها توحد جبهتها في جوانب الدفاع والأمن والاقتصاد والتجارة، وأيضا الاستثمارات والطاقة بين دول مجلس التعاون الست، وليست بين مجلس تنسيق بين دولة وأخرى، بل كست دول مجتمعة. هذا السبب الأول. الثاني، تأكيد على مبادئ حسن الجوار مع جيراننا واحترام القرارات الأممية التي تحفظ حسن الجوار والشرعية الدولية، وحتى نجنب المنطقة الزعزعة وعدم الاستقرار. السبب الثالث هو أو الرابع هو إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ودائما نحن في الخليج نقول أن الحل موجود والقرارات التي يبنى عليها الحل موجودة، المبادرة الخليجية، الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. طبعا لا شك أن هذه التحركات الإقليمية ومن ضمنها تحرك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان محملة بمضامين جديدة، بحكم أن هناك تغيرات في الخطاب حول بعض القضايا وصلت درجة التناقض أحيانا، لدرجة أن البعض اعتبرها إعلاء شأن لطرف وتقليل شأن من طرف آخر والعكس بالعكس. في تقديرنا أن ما يجري هو فعلا تحركات جديدة، أسباب هذه الانعطافات الاستراتيجية الخليجية وتبني المصالحات بدل المحاور
له أسباب. من هذه الأسباب، السبب الأول تبعات كورونا، بحكم أنها وباء جعل العالم يعيش مرحلة العولمة في التعامل معها وتحمل الأعباء والتعرض للأضرار نفسها، فهذا هو السبب الأول في الانعطافات الاستراتيجية الخليجية. السبب الآخر هو وصول إدارة ديمقراطية إلى البيت الأبيض غلبت الكثير من ثوابت العلاقات الخليجية الأمريكية، وحرصت على تهدئة التوترات الإقليمية، تمهد لنفسها للخروج، وأيضا تحاول تهدئة أو تخفيف حدة الاستقطابات في المنطقة. السبب الثالث أيضا أمريكي، وهو تخفيف البصمة العسكرية الأمريكية بيننا، مما ولد قناعة لدى صانع القرار السياسي الخليجي أنه تراجعت إمكانية الاعتماد على الحليف الأمريكي لرعاية حالة التوازن، فيجب أن نصنع التوازن بأنفسنا في الإقليم بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. فكان لابد من هدم هياكل الاستقطابات الإقليمية غير المجدية. نستطيع استشراف توجهات إقليمية جديدة عمادها إصلاح العلاقة، تخفيف التوترات بمبادرات الحوار، والحفاظ على أن تكون السياسة الخارجية مدعومة بأولوية واضحة لا لبس فيها، وهو الاقتصاد، لتعزيز التعاون سواء بين دول مجلس التعاون الست أو بعض جوارها الإقليمي. في تقديرنا أن هدم الاستقطابات والإقليمية والمحاور التي لم تنفع هو خطوة لدعم الهياكل الخيرة، ففي إقليمنا الكثير من الهياكل الخيرة في وجه الهياكل الشريرة التي تحيط بالإقليم وبالخليج العربي، كمثال محور المقاومة أو محور الشر ومن على شاكلته. أنتظر استفساراتكم وتعليقاتكم، ولكم مني سلام.